شع الكون والعالم تنور بالهادي وجعفر. شاء الله هذا النور يظهر بمنه بالهادي، ما اسمع بالهادي وجعفر. شاع الكون والعالم تنور بالهادي، الله يخلي الأصوات. شاء الله هذا النور يظهر منه بالهادي، مولد الهادي وجعفر. شع على كل البرية واحنا من حضنا محبتنا الى الهادي، وصية وصية ان بالقائد حيدر له وزير بكل قضية. يقول ان ولدت الليلة الكرامة، الله جواب بالنبوة والإمامة، واحنا عدنا هالعلامة حبنا بينا وحب وصية. والهوسة العراقية ميلاد الهادي وجعفر، ميلاد الهادي جواب، ميلاد الهادي. الفرحة غدت ثنتين وأكثر بالمولد الأكبر، وغنى الطير والفردوس أزهار منه بالهادي بيل. اختصار بيتين الدعاء، ربي بالهادي وجعفر جود بفضالك علينا، شافي كل علة واقضي كل الديون العلينا العلينا، والزيارة ارزقنا نقصد نجف والطفويل مدينة. الله يعطينا ياكم روضة الهادي وظلة، باخت كل من وصلى، وزار وذنوب غسلها بالشفاعة الأحمدية. شافعنا أحمد بالمحشر، شافعنا أحمد جواب، شافعنا أحمد، شافعنا أحمد. والوالى النبي هيهات يخسار، وليه الفوز يفخر. الله الله يرزقنا وياكم شفاعة رسول الله يوم الحشر بالجنة، يستبشر منهم بالها. آخر بيت، والبلا يا ربي رد عنا وارزقنا السعادة، والشباب الله يسعدكم دنيا وآخرة، والشباب اللي يريد العرس اكتب له مرادة مرادة، ابنية طيبة ومؤمنة تخليه يتهنى، اللي يقول هلا دينار بركة. يلا يا جماعة، والبلا يا ربي رد عنا وارزقنا السعادة، والشباب اللي يريد العرس اكتب له مرادة مرادة، ابنية طيبة ومؤمنة تخليه يتهنى بولادة، وارزق اللي ما تخلف. الله ولد بالكرار يهتف، وعنا كل الأسواق يكشف بجهادنا العشية. يا الله يا
يلا حبيبي وهذا الدعاء بصوت عالي وش بتقولون؟ يا ربي رجع أسرانا، يا ربي رجع، جواب يا ربي رجع، بعد يا ربي رجع، يا ربي رجع، يا الله وما الأسرى ربي لهم حرر بالهادي وجعفر، يا الله واجعل أمتك تستعد أكثر منه بالهادي، واسمحوا لنا وبلمتنا والله يعودكم إن شاء الله بأعلى أصواتكم أفضل الصلاة. علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، الحسين بن علي، زين العابدين، محمد الباقر، بعد بعد ما شاء الله العدد كبير ومحتاجين توصلون تحياتكم وسلاماتكم للأمة بصوت أعلى وأعلى. وين وصلنا؟ جعفر الصادق صلوات، موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، الحجة ابن الحسن، إلهي صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، وكل بياض والحاضرين، واللي سوى القصيدة، والمعرس هو أبو المعرس.